ثلاثة أعوام لا يكاد يمر يوم دون أن يتعرض جبل جرة لقصف عشوائي من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية، لكنه صمد صمودا أسطوريا كصمام أمان لمدينة أخفاها وراء ظهره. حين اجتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية مدينة تعز، وضعت نصب أعينها جملة من الأهداف الاستراتيجية التي ستساعدها إلى إسقاط المحافظة كمنظومة متكاملة، ابتداء بالعمل المسلح وانتهاء بإسقاط المؤسسات والمراكز السيادية. كان الجانب التشريعي والقضائي على رأس قائمة تلك الأهداف، منطلقة من اعتقادها أنها صاحبة الحق الإلهي في توارث إدارته، ولا يحق لأحد أن يتولاه من خارج عصبتها. مات مواليد تاريخ طويل من العداء للآخر أو لمن ينظر لهم نظرة دونية أنه ليس بأحد، ليس لهم حقية في اعتلاء بعض المناصب ومنها القضاء، بل وصل التمييز في بعض الأحيان إلى أنه ينظر أو تقاس كفاءة الشخص من خلال اسمه لتولي هذا الجانب أو غيره. القضاء كان في الماضي كان محصورا على هذه البيئة التي تدعي الحق الإلهي، أو أن القضاء لا ينبغي أن يكون إلا له، لكن النظام الجمهوري استطاع أنه يحاول انه طبعا يستهدف هذه البيئه ويستبعد الكثير منهم خاصه الفاسدين منهم، وهم في الواقع لا يعيشون الا في مستنقع فساد، فجففت هذه الينابيع الى حد ما، والان طبعا يرون على انه هذا الحق ما هو الا لهم ولا يجوز لغيرهم، ولهذا يستهدفون القضاء. من هذا المنطلق سعت ميليشيا صالح والحوثي عند اجتياحها مدينة تعز إلى تبني سياسة السيطرة على المجمع القضائي في جبل جرة، فهو يضم في أروقته كافة المحاكم والنيابات والشعب الجزائية لكل مديريات المحافظة، إضافة إلى قلم التوثيق والإرشيف وكل الأقسام والتخصصات المتصلة بالسلطة القضائية. وإذا ما تمكنت من السيطرة عليه ستكون قد قبضت حقها المزعوم. المجمع القضائي هذا كان يحتوي على نيابة الاستئناف التي ترأس نيابة الفرعية في المحافظة، وبعض النيابات الابتدائية كنيابة الشرق والمرور وصبر، بالإضافة إلى أنه كان يحوي محكمة الاستئناف والشعب الملحقة، ثلاث شعب جزائية وشعبتين مدنية وشعب أحوال شخصية، والمكاتب الإدارية لمحكمة الاستئناف كمكاتب التوثيق وإدارة الأمانة وإلى آخره. والمبنى الذي أمامنا أيضا هنا في هذا الجانب الشمالي أيضا التجاري مهم، الناس طبعا خاصة المستثمرون سواء كان المواطنون أو المستثمرين الأجانب
لا يستريحون طبعا الا لما عندما يكون هناك قضاء عادل يحمي حقوقهم واستثماراتهم. وهذا المجمع كان فيه طبعا الشعب المدنيه، الشعب الشخصيه، والشعب الجزائيه، والمحكمه التجاريه، والشعب التجاريه، والنيابه الاستئنافيه ايضا. وهو مجمع يحوي كل هذه الاختصاصات وهذه الشعب. جانب آخر، أرادت الميليشيا السيطرة على المجمع القضائي لكونها تدرك أن أهميته الاستراتيجية تكمن في موقعه المتميز على جبل جرة، ولإشرافه المباشر على العديد من المداخل والأحياء والشوارع بالمدينة، ومن يسيطر عليه يعني أنه المتحكم الرئيس بالمدخل الشرقي والشمالي والغربي للمدينة. طبعا المجمع القضائي يعتبر كمبنى فوق الجبل، مسيطر على ايش؟ فوق الجبل. حتى انه عندما وضع المجمع لم يوضع عبث، ولكنه كان هناك خطة استراتيجية لانه يوضع هذا المجمع في هذا المكان بالذات، لانه يمثل قلب المدينة في وسط ايش؟ في وسط المدينة. فلذلك انه وضع هذا المجمع او هذا المبنى ليكون طبعا مجمع حكومي يحوي جميع المكاتب المحاكم هنا في هذا الجبل وسط المدينة. فنظرا لموقعه الاستراتيجي وتوسطه وسط ايش؟ وسط المدينة. ولو مدخل بسيط فقط، هذه المشكلة، مدخل جبل جرة هو مدخل واحد الذي يسهل منه الدخول، باقي الأماكن فيها صعوبة الدخول بمعدات إلى آخره. فلذلك هو تستطيع أن تقول أنه يمكن أن يكون حصن، يمكن أن يكون موقع استراتيجي يسهل حمايته ويسهل من السيطرة. كنا نسمع أخبار أنهم أرادوا يعني إنشاء معسكر في المجمع القضائي من أجل أن يهينوا الناس، وإذا مسكوا وأصبح لهم معسكر أو ألوية في هذا المجمع القضائي باستطاعتهم أن يهينوا المدينة بأكملها. لكن بقدرة الواحد الأحد ظل الشباب من كل جهة، وعندما جاء الحوثاء أكثرهم لا يعرفون المنطقة، تصدى لهم أفراد. والله كنا نشاهد الطقم حق الحوثاء هنا يعني يسرح ويمرح هاربين من بعض أفراد المقاومة، لكنهم كانوا حريصين. المرة بعد مرة بعد مرة، مرات عديدة، وهم يأتون من كل مكان، من الحصب، من الزنوق، من صبر، يعني يتجمعوا من أجل أن يحيطوا بهذا الجبل. بقدرة الواحد الأحد ثبت أبناء هذا الحي، وثبت الحضانة الشعبية، وطرد الحوثة من أكثر من جهة بقدرة الله عز وجل. من هذين المنطلقين دفعت ميليشيا الانقلاب كل ما لديها من أجل السيطرة على المجمع القضائي أولاً وجبل جرة ثانياً، لكن كل محاولاتها كانت تبوء بالفشل. وبعد أن يئست من السيطرة عليه لجأت إلى تبني سياسة انتقامية وتدميرية لمبنى المجمع عن بعد، وجعلته هدفاً مباشراً لمرمى نيرانها من مختلف الأماكن المتمركزة فيها، مستخدمة كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. طبعا لجوا إلى الضرب بقذائف الهونات، بالهوزرات، بالدبابات، بكذا أماكن إيش مختلفة. طبعا كما لاحظت البيوت المدمرة والأسر المشردة والشهداء والجرحى والأرامل في أكثر من مكان أو مناطق إيش مجاورة لإيش لجبل جرة كانت أكثر تضرر، خاصة إيش المنازل والبيوت. الهدف طبعا من هذا كله أولا من أن يبقى الناس يعني أن يبقى الجهل مسيطر في هذه المنطقة، لأنها منطقة التنوير. وبالتالي أيضا يعني الهدف أيضا هدف آخر
وهو أن تبقى تعز تحت سيطرتهم، يحكمونها بما يريدون وكيف ما يشاءون. لكن تعز لن تقبل الضيم على نفسها ولن تقبل هذا الأسلوب. أدى القصف الهمجي والممنهج والمكثف على المجمع إلى تدمير بنيته التحتية، ولحق الضرر بشكل مباشر واجهات المبنى ومرافقه الحيوية، إضافة إلى تدمير الإدارات والمكاتب وقاعات المحاكم. وتحولت التجهيزات المتوفرة إلى بقايا قطع متناثرة، والأكثر منها دفنت تحت الركام. ما حد مضرر كما ترى، ما الذي يمكن أن يصلح من هذا إذا كانت الأعمدة قد خربت؟ إذا كانت كذا، كل ماذا بقي؟ ما بقي هو هيكل. أنا إن لم يستحيل فهو يتعذر إصلاحه بشكل يعيد إلى جزء مما كان يعمل. هو في الأساس صحيح أنه خارج من الغش في بنائه، لكنه أيضا تلف نهائيا. ما الذي ترى؟ ما الذي يمكن أن يصلح منها؟ التدمير كان تدمير كلي، لأنه قلت لك داروا على شبكة نيران من جميع الاتجاهات، قصف من كل الاتجاهات، تم إحراق مباني وغرف وشعاب بشكل كامل انتهت يعني تماما. ولذلك يعني الآن ما بقت أشلاء أو بقايا آثار. لم يقف حجم الضرر الذي لحق بمبنى المجمع القضائي عند هذا الحد، بل تعمدت تكثيف ضرباتها على إرشيف المحاكم والقضايا والأحكام والأصول والوثائق والأموال، ولم تفد الجهود المبذولة من قبل القائمين على المجمع وأفراد المقاومة المرابطين بالجبل للملمة ما أفسدته تلك الميليشيا سوى النزر اليسير. وثائق الناس بحرقت. هذا كان إرشيف لقلم نيابة الاستئناف، وفي الخلف إرشيف لقضايا الناس، كان التنفيذ وإلى آخره، ربما بالآلاف القضايا. ماذا تتوقع عندما يعني الناس يأتون ليبحث، كل واحد يرى أين ضاعت حقوقه، كيف يثبت حقوقه التي هي مثبتة بأحكام وملفات قضائية؟ كلها أحرقت كما ترى، لا يوجد إلا الرماد، واستحالة من الرماد أن تعاد حقوق الناس. طبعا احنا حاولنا، رغم انه كنا مثلا حتى اذا ولعنا ضوء قليل يستهدف على طول، لكن في الظلام حاولنا نجمع الوثائق، وقمنا بعملية وبعض الموجودات حق المجمع الى البدروم اماكن آمنة، جمعنا يعني الذي نقدر، وجمعنا قيمة شوالات حوالي 2500 شوالة، وجمع له الجواني هذه، وجمعنا داخل الوثائق، وسجلنا في كل شوالة المحكمة التي تتبعها، يعني هذه شوالة تبع المحكمة الجنائية الجزائية، الشعبة صبير، شعبة المرور كذا، وجمعناها، وبعض الوثائق وبعض حق المواطنين، خاصة المحكمة التجارية هنا، يعني كانت فيها ضمانات وكفالات وحق بعض الشركات والكريمي وكذا. استطاعت ميليشيا صالح والحوثي أن تحدث شرخا في منظومة العملية القضائية في تعز، ضاعت على إثره أصول قضايا الناس وأحكامهم ومستنداتهم وكل ما يتعلق بهذه المنظومة المهمة بالمحافظة. يعني كثير مثلا من الملفات أحرقت، وكثير من الملفات يعني ذهبت سدى، وفيها حقوق الناس، وفيها يعني أصول أوراق الناس وبصائرهم وأوراقهم،
وكذلك التحقيقات و... نعم مش هذا وبس. أيضا نجد أن الميليشيات استهدفت أيضا السجن المركزي وفيه حوالي 800 يعني شخص، طبعا يعني منهم من قد حكم عليه بالإعدام، منهم من حكم عليه بالسجن 5 سنوات، ومنهم من أقل أو أكثر إلى آخره. فاستهدفوا هذا المبنى، المنشأة العقابية التي يعني تحتوي على عدد كبير من السجناء. طبعا هذه طبعا سجناء ليسوا سجناء سياسيين، وإنما سجناء يعني قضايا وجرائم. ثلاثة أعوام والفوضى الأمنية تعبث بمدينة تعز في ظل تعطل العملية القضائية بلغ فيها حد الجريمة ذروته، وتساوى الجلاد مع الضحية، وغدا الجميع يحتكمون للأعراف والمجالس العامة التي غالبا ما تكون أحكامها غير ملزمة، وكل الشواهد تشير إلى أن ميليشيا الانقلاب نجحت في بعض ما تريد فيما لم يصل أبناء تعز بعد إلى ما يريدوه بهذا الشكل الذي ترى، حتى يجعلنا الناس يضطروا إلى ما يسمى ما أنشئت أخيرا من محاكم أو محاكمة عند الشيخ أو صلح عند الشيخ أو عند العاقل أو حتى عند البلطجي، حتى عند البطل لأنهم لن يجدوا المؤسسة التي كانوا يلجأوا إليها. الحوثيين لما استهدفوا القضاء، الغرض أو الهدف من استهداف القضاء هو إيجاد بيئة يعني حاضنة للفوضى، والفوضى هو طبعا يعني مذهبهم ومنهجهم وديدنهم، وهم لا يريدون طبعا قضاء ولا يريدون إلا الفوضى، لأنهم يستهدفون حياة الناس ويقتلون الأبرياء وينتهكون الأعراض وينهبون الأموال ويسرقون ويعربدون. طبعا هذا الجانب لا يعجبه أن يكون هناك قضاء وأن يكون هناك نظام وأن يكون هناك قانون وأن يكون هناك ردع أيضا، لأنه القضاء هو الذي يفصل في القضايا ويقول للمجرم أنت أسأت ويقول للمحسن أحسنت، فبهذا يستقيم المجتمع ويأخذ طبعا يعني نفسه في هذا الجانب. لكن لما تكبت الحريات، عندما يختطف الناس بدون حق، وعندما يستخدمون مثلا السجون غير القانونية والتعذيب والإرهاق، منهم من يقتل بالتعذيب ومنهم يعني، وكم من مختطفين وكم من أسرى وكم يعني منهم من مات تحت التعذيب، فلو أن هناك قضاء طبعا لا يمكن أن يقوم بهذا الإجرام ولا بهذا الفساد الذي تعيشه تعز هذه الفترة. حينما عجزت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عن السيطرة على جبل جرة وهذا المجمع القضائي، لجأت إلى تدميره بهذا الشكل العبثي.